لم أرى أبي منذ كان عمري 3 سنوات، والآن وأنا عمري 18 سنة بعدما ربتني أمي طوال هذه السنين أرفض أي علاقة معه، فهو على ذنب أبدا، هو أنت على غفلة، ولذلك تسمى في اللغة مغفل، لأن أبوك ده فرصة من الفرص التي يمكن أن تطيع ربك فيها ببره وبتعويضه عن تلك السنين التي لا تعرف عذره في البعد عنك، حتى لو لم يكن له عذر. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً.